19/7 ابعت لي فيديو مصيبه. السلام عليكم. اللي بيحصل هنا بيوسعوا لمين وبيصوروا مين؟ مش عارفه ايه اللي بيحصل هنا ولا اي حاجه. انت كمان طبعا كلنا سمعنا عن الضجه اللي حصلت على السوشيال ميديا بتاع الراجل الكوري اللي 19/7. 19/7 في ايه؟ ما اعرفش انتوا في ايه. والله ما في ايه. انت الراجل الكوري في ايه؟ جايبين اسلافنا الفراعنه مساء الانوار. في ايه اللي بيحصل هنا؟ في هنا افتتاح حاجه ما شفتهاش ولا هتشوفها بقى. ما انا مع هم قالوا ده في ايه تلفزيون لا الموضوع كبير تعالى. اهو الراجل الكوري اهو اللي بشوفه على النت. انا حلم حياتي اطلع جريده وشوشه. يا ربنا يكرمنا نبقى موجودين هنا. انتوا جريده ايه لو سمحت؟ ده هي ايه؟ هي. طب بالله عليكم وشوشه مش هنا عايز اصور معاهم. انت بتضحك ليه؟ لو انا بطبع على فيديوهات فضايح بقى جرايد صفرة شغال وشوشه. انا ما حظي نحت. انا نفسي افهم في ايه يعني. انا بشوف راجل كوري على السوشيال ميديا فانا قلت اجي اشوف ايه اخر الاحداث. في بلوجرز جاي، محمود اسماعيل جاي. ما استحلفك بالله ما تفتعلش المشاكل. بيوتي باي تربيس عصام الحضري. انا كان قلبي حاسس ان انا هقابله في يوم من الايام قبل ما يعتزل ولا اعتزل. بيدرب دلوقتي. والله يا كابتن حضري انا بحبك جدا ومنتظرك عشان نرقص سوا بقى الرقصه. السلام عليكم مساء الانوار صباح الاخبار. سمعنا ان في سبق صحفي هنا فلقيتك شكلك كده يعني ايه راجل الكبره ومسؤول احد المسؤولين. في ايه؟ في حاجه كده بتحصل هتغير مفهوم العربيات الشرق الاوسط وان شاء الله في العالم كله. طياره بتطير. بس اوضح حاجه للساده اخر الاحداث اكسكلوزيف. انا بحب الاسماعيلي قوي واهل الاسماعيليه فهموني غلط وانا جاي لكم ارض المانجا وكل واحد شتمني في الكومنتات فما ينفعش. والله العظيم ما لازم شفته يعني. انا خد بالك الاسماعيلي ده بيجري في دمي فعبت شككه في انتمائي للاسماعيلي. عايزين بقى نعرف الصعوبات قبل ما نوصل للنتيجه الكامله. الصعوبات طبعا مفيش نوم مجهود كبير. طبعا في صعوبات كتير واجهتنا في التعديل وفي الانتاج بتاع العربيات فالحمد لله النهارده احنا وصلنا ليفل من العربيات. لو سمحت عايز ابدل بس عشان مسكر قوي. شكرا جدا. مش هبدلي اخده مش تبعك اصلا. ده دايت ده ولا ايه؟ ده انا مشكلتي في ده انه مسكر ده مدلع. السلام عليكم. انتوا مضيفين طيران؟ لا هو انتوا الكوري؟ انتوا ايه بقى الراجل الكوري والقبطان للعربيات؟ هنشوف بقى العربيات دي. هنشوف العربيه دي. ده في عربيه كوري. طب الحمد لله يعني خدنا كام هنت. ربنا يبارك لكم. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ مصر للطيران. بالله عليك بقى شفنا بحاجه. احنا من ساعه ما جينا والدنيا زي ما انت شايف. فيها حاجه غير المشروب ده؟ كل حاجه. في كل حاجه. في فراوله. فراوله هي مش اوانها بس ابعت. استنيك هنا بقى. ها حبيبي يا فنان. امال الاغنياء بيستحملوا المشاريب دي ازاي؟ بس اشربوا. اللي برقص في الشاشه ده ايه ده ترند تاني ده بقى. هنعمل لك ترند جديد وابقى افتكرنا عشان على التلاقه هتعدي الفلنكات. انا بتست الاول. انا قاعد بتست اللي بيعجبني بروح اشرب بقى. ده اختبار خد بالك توازن في العربيه زي اليابانيين كده. بتروح واخد الكوبايه وحاططها على العربيه وتمشي على الطريق. لو اتهزت يبقى العيب في الطريق. اكيد العيب مش في العربيه يعني. فبنتكلم بقى المحافظ وبيكسر وبنرجع نسافل التاني. انا في إيه؟ هو لسه في حد بيسجل بسلك؟ والله البادجت احنا في العصر الجاي. انت مع الفراعنه ولا ايه؟ البادجت ايه ده في مانجا بجد. الله يبارك لك يا اخي والله إيه العظيم. انا كمرهم لي في العربيه هنا وهنظبط احنا الدنيا في مش دلوقتي مش قدام الكاميرات. كمل مفيش حاجه. الراجل ده بتاع المقالب فنروح نعمل مقلب فيه قبل ما يعمل هو مقلب فينا. انا قلت اعمل فيك مقلب قبل ما تعمل فيا اي حاجه. بجد والله والله ما كبت حاجه. لا لا ما كبتش حاجه. انت بس اللي في الكوب يا عم. والله ما يلزم يا اخي كده كتير عليا والله. طالب المانجا اخرس. انا جايبهم عشان اعمل ميكس كوكتيل. حبيبي يا فنان والله. حبيبي تسلم ايدك. رحبوا معايا بالشيرمان اوف الكوبتون اوتوموتيف في مصر الكوبتون محمد الفايد. في حد يصور حد يوم الاحد واول مصنع ينتج هو مصنع يا حضري. مش دلوقتي. انت اسمك ايه؟ احمد شعراوي. الله يبارك لك يا استاذ احمد والله يا اخي ده انت اجدع من جوز خالتي. الله يبارك لك.
بالله عليك يا دي العربيه، طب ما تكشفها لنا كده عشان بيتكلموا بقالهم كتير والنبي عايزين نشوف. طب ما يلا نشوف العربيه كده على السريع، يلا يلا ما ينفعش لو سمحت يا دي زي اللي هناك. طب ما ممكن نشوفها عشان متحمس مشوقنا جامد، ما ينفعش. اجري يلا يولعوا فينا. خدت اللقطة انت وكشفتيها. مين هو فيه؟ هو فيه العربية تولع. انا وقع عليها شمروخ كده. انا عايز تعويض من القبطان عربية، انا عايز واحدة من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 يا جمال النيل. ثواني انا المفروض اروح الناحيه الثانيه، انا اسف يا اخي والله ما يلزم. طب شواء خمسه بس وهيك دلوقتي. انا حكيتكم تعاوي. هو ايه الزحمه دي؟ تعال ناكل في العربيه. هستحلفك بالله ده انا والله يجيبك حيان دول. انت هتعلي لي الكوليسترول النهارده حبيبي. حبيب انا قاعد مستنيك هنا. خليك هنا. السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا جعان. خش يا باشا معايا، احمد هيجيب لي تاني. ايه يا عم شغل الافراح ده يا عم؟ بتصورنا واحنا بناكل؟ خربانه جوه يا سيدي. البوفيه منين ولا ده العربيه؟ الف مبروك يا رافع راس مصر فوق. انا بقى طالما البوفيه مش دلوقتي نشوف العربيه. ايه تمام؟ تمام؟ هشتري بعين بس الأول. هيمشي؟ لا هيمشي ايه؟ بسم الله. انا ممكن نبرد؟ والنبي عايز ابرد. والكرسي توماتيكي توماتيكي ولا نص توماتيكي؟ نص من عندك من هنا كده. ايه ده؟ اوعى تتزحلق. قول والله العظيم. الحق. الله لا، ده في كنبة تاني ورا. اللهم صل على النبي، انت بتصلحه ده؟ احنا ما عندناش غير ده. ايه يا عم ده مكوك فضائي ما شاء الله. هشتري يا باشا. دي في است فاليو فنان. الاوتفيت منين وبكام؟ بص يا سيدي، دي من جراموفون جدا الله يرحمه، وش وضهري خدتها اسطوانتين واديتها ايه خياطتين كده. ده من مايكل جوردن بتاع السله، التيشيرت بتاعه وهتلاقيه ممضي عليه من ورا. الشراب ده جايبه من المانيا الامن وبس. والشورت ده لقيته كان بتاع خالص صغير. وروموتا. ايه ده هي ايه الروموتات دي؟ ده كده وال لسه يشحن وال يا ولاد اللعيبه. لا بقول لك ايه، طب وانا اعرف ده بيشحن والله العظيم. انا خايف ابوظ حاجه، في زراير كتير وريموتات كتير. يا جدعان حد ينادلنا حد كوري. بقول لك ايه، بص الحركه دي. ازيك؟ ايه ده؟ الله 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 والله يا حبيبي يا عم احمد، والله الله يبارك لك يا شيخ. هخلي امي تدعي لك. الكرسي انا اسف، اشتري انا بعين بس. ممكن تطلع رجلك من برا العربيه وانت قاعد. ايه يا جدع ده انا صيف هنا، ده كرفان ده ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. القسط ايه نظامه؟ العربيه دي اسمها ايه بقى؟ مفيش غير القبطان اكسكلو. والله العظيم اللهم صل على النبي، يعني القبطان بس هو اللي بيبيع العربيه دي. ليموزين القبطان كيا، ليموزين القبطان. طب انا عايز لون بقى فحلوقي. موجود ازاي يا مدير؟ بس الفحلوقي موجود. انت تطلب اللون اللي انت تحبه بتكستمزها لي. ايوه كيا كارنفال ليموزين القبطان. ده عنوان بيتكو ده ولا ده مدير؟ ماما انا طلعت مع عصام السقا. فيها جدعان فنانة. خش معايا. خش يا باشا ما يهمك. استحلفك بالله، ده الدنيا هنا ضرب نار. ده جابولي نسكافيه وقعدت جنبه. نسكافيه يا بوفيه. لا خلاص خفك بالله. انت انزل لك فراخ ولا لحمه؟ ما انزلليش حاجه، انا اشتغلت بس. يا جدعان ما ينفعش كده يا جدعان. اتفضل يا فنان. يا نهار ابيض. باشا حته فليتو للباشا. اغلى ستيك في مصر تجيبها للباشا حالا. اتفضل معانا. انا بشوفها يا فنان. حبيبي يا فنان فيها يا جدعان. وانا باكل. هات يا باشا الريموت يا باشا. ريح انت، واحنا ممكن نقفل الباب من هنا. يعني لو دوست كده اوعى يقفل اوتوماتيكي. افتح الباب. يا ولاد اللعيبه. ده انت قعدت تخترع فيها قد ايه دي؟ انا مش ماشي من هنا، انا عامل اجتماعاتي المهمه كلها هنا. 40 يوم ده انتم مطبقين بقى. حبيب قلبي يا جدع والله ملوش ذوق. يا جدع والله الاسبريسو جاي يا اخي. ناس طيبين قوي يا محمد. ثواني يا باشا عشان ما توهش منك، هي كهربا بالبنزين. كهربا وبنزين.
هنشغل هنمشي من الزيرو لل 80 كهربا ببلاش بدون اي فلوس ببلاش. بالله عليك ما تسرح بيا، هو انا عشان ما كنتش بطبق على برنامج دوس بنزين خلاص؟ كم حصان دي؟ 42 هورس باور. في رقم كده بكده؟ والله انا خايف احسد القبطان. يا رجاله مساء الانوار اتفضلوا معانا، الناس هنا كباب ولحمه وفراخ والدنيا خربانه. يلوي فريسكا وزع للناس دي كلها فريسكا على حسابي. حبايب قلبي وزع ما يهمكش. ثواني يا رايل، لازم اتدخل بنفسي. لحظة واحدة لحظة واحدة 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 واحدة. تشتري عربية وتاخد واحدة فريسكا هدية؟ مش عاجبك العرض؟ اتنين طيب ولا اتنين؟ تلاتة. انت شكلك مش جاي تشتري. نجرب بقى نمشي يا راجل. ده اتفضل، ده انا عرقت يا راجل. ان شاء الله. الله اكبر، ربنا يحفظها. الكرسي بيتحرك تحتي. طب عايز تبرد ولا تسخن؟ عايز ابرد بالله عليك. وديني لا مؤاخذة يا أستاذة. بتزمر كمان. لا أنا بشوبها مسي عليك. بقى ده كان جاي يضربني. يا لهوي. حلوة أوي اشتغالها، حلوة أوي. لا ده راجل كبير. بيب 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 بيب. عاملين عرض النهاردة، لو اشتريت طيارة كيا القبطان تاخد واحدة فريسكا هدية. فريسكا؟ اه. لو اشتريت اتنين هتاخد اتنين هدية. تحب تدوق وتجرب؟ وتدوق قد. ومتاح كمان اوبشن ان انت تجربها جوه العربيه مع المميزات بقى اللي انا مش فاهمها. عايزين واحد كوري يشرح المميزات. تكييف وصاله وثلاجه ومساج. انتوا اصلا تبع ال هات يا باشا الفريسكا. ماشي. جربت المساج؟ مساج كمان. اقعد انا مشغله. اقسم بالله مساج. اوعى اوعى يا برنس. والله من زمان عايز. قلت لك تبريد الحق دي بت مساج وكل حاجه. شغله على العالي والنبي. اتوصى بالظهر. بص معلش عشان انا طويل، بس عايز اطلع رجلي بره. يا اولاد اللعيبه. ده مساج ظهره ورجله وارداف. ده ايه ده؟ عايز ايه؟ انتوا عايزين تجيبوا اجلي؟ ده انا كوليسترول يا جدع. انت هو ده ايه؟ لا استنى بس اما نشوف. ايه ده؟ ده ورق عنب وعكاوي وكلاوي وريش. انت حكايتك حكايه. انت هو في ايه؟ انت عايز مني ايه؟ اللهم بارك. والله انا نفسي ادوق بس انا مش يا عم والله ما يلزوم. دي ريش دي؟ اموت في الريش. وديني. مين الشيف اللي عامل الكلام ده؟ مرسي عجلان. يا مرسي عجلان، انت حكايتك ايه؟ انا عايز اجيبكم يوم من اوله. ورق العنب بالله عليك. سمبوسه بقى وبارك الله في المنازل. هنام لي ساعتين واجي لك تاني. ما شاء الله. يا كام راكب؟ ده سبع راكب. تسعه. تسعه راكب؟ تسعه ايه يا عم؟ انتوا بتحسبوا الشنطه؟ موجود تسعه دي السبعه؟ لا معلش يا باشا. وقف لي بقى. وقف لي المساج. وانا يا باشا وانا مفهمك ان انا مش هدفع؟ ده انا دي الفئه الاقتصاديه. انا عايز الفئه الهوهو. التقسيط المريح، المريح قوي زي المساج ده. احجز الاول. هم عارفين الناس اللي بيشتروا بينهدوا. خلاص ماشي، انت قفشتني. يعطيك الف عافيه. لو اشتريت واحده تاخد دي هديه ومعانا جميع انواع الاقساط. معاك قسط من 3 ايام لحد 6 شهور. 3 ايام 6 شهور. اوهو. اتفضل تدوق معانا. اول حاجه في العرض. افتح يا باشا ودوق ما يهمكش. تصنيع القبطان برضو. دي تصنيع القبطان بس يا باشا. انت كده اشتريت. لو سمحت في عقد هنا للسياره الباشا. عدد واحد ده عقد. عايزها من الكبيره خالص التسعه راكب ولا السبعه راكب؟ على مقاس الفريسكا. ايه ده؟ في ايه ده؟ سرداب. اللهم صل. الله الله الله. دي مخدتك ما شاء الله. الله لو مخدات كمان. هل الشنطه دي تاخد اتنين؟ تاخد ثلاثه. والله العظيم. تعالى كده يا برنس لو سمحت. اقعد كده في الشنطه. نام في الشنطه. تعالى يا برنس. خش يا برنس. نشوف بتاخد كام واحد. تعالي خش العربيه. اعتبر بس بتاخد كام واحد. وسعي كده. خش خش هنقفل. اوتوماتيكي اوتوماتيكي برضو. فيها كاميرا. بص بقى يا باشا المفاجاه. العربيه بتاخد كام واحد؟ اتنين قدام واتنين ورا وثلاثه ورا وثلاثة في الشنطة. يعني تاخد العيلة وعيلة العيلة. أنا لو كل يوم مساج مثلا. المساج سنتر عامل كام الأيام؟ أقول لك إيه ده؟ المجهز. المساج. أنت إيه رأيك في العربية؟ مكوك مكوك ناقص تطير والله العظيم. أنا بس كنت عندي استفسار صغير. التقسيط يعني. إيه بقى؟ بالله عليك. يعني ظبطوا لنا والنبي. بالله عليك يعني لو في تقسيط مثلا 30 سنة 40 سنة يعني. ربنا. 40 سنة. حبيب قلبي يا فن اتفضل معانا. انا كان صوتي عالي انا اسف. دي تقديمة العربية. ده بيقول لك فضة. ده كده اتعشت قوي. يلا يا باشا بينا. وبكده يكون الفيديو خلص. فاشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.